الله ده اي كي اي حرام. Yes, I think I will right now 7-0. Okay, how do you say 7-5 for you. So 7-0 for Alaa, 7-5 for Rafa. سمعتوا شنو قال؟ شاهدين عليه، قال لك غادي يربحني ب 7-0. احنا غنشوف. شكرا بعدا بزاف العمر على داك التقديم اللي درتي لينا اليوم. كيجمعني ديفي مع ألادا اللي ما كيعرفوش يتفكر هذا الفيديو هذا. نرجعوا للديفي ديالنا، كيف ما كتشوفوا على كيدخل على لي روج، نشوفوا كيفاش غادي يتعامل مع هاد لاطاب. على ما كيتمكنش من الكره ديالو، كيدوز ليا لا ما كنلعب راه وكنحطها قريبه من الترو. هنا على عنده هنايا اون شونس باش يحل المشكل اللي عنده، ولكن ما كيتمكنش. داكشي علاش غادي يحاول حتى هو يلعب ان كو داتون ويتسناني انا شنو ندير. من بعد ما امبوشيت لي جون اللي كانوا عندي وسط لاطابل، هنا كنحاول نقرب الصفره ديالي من الحمراء اللي دايره المشكل في لاطابل كامله. على هنا كيديسيدي يدخل على هاد الحمراء بلي في من التحت باش يحاول عاوتاني يحل المشكل، ما كيستطيعش. وبدوري حتى انا كنحاول نقرب البوشو من هاد الصفره اللي لتحت باش نلعبها باني في من التحت باش يمشي جهه المشكل ويحلو. كيف ما كتشوفوا ما كايناش لا ريوسيت كاع في هاد لابارت. هنا كنهدي لابارتي لعلاء، عنده ثلاثة ديال لي بي ساهلين ولا نوار وسط لاطابل، واقيلا غنمشي بالزيرو كيف ما قال. لحسن الحظ علاء كيدير فوسكو، كيخلي ليا بوشون مأدب بزاف، لونغ ناتشوريل ديال البوشون غادي نيشال الترو. غنحاول نأبوي بليفي من الفوق باش ميمشيش جهة الترو، ولكن ما كنرازيهاش كيف خصني نرازيها. وهنا علاء كيضحك عليا حيتاش ماكو ما بيكالير. هنا بديت كنحس براسي ما كاينش، واقيلا غنمشي بالزيرو. سكور كيولي 1-0 لألادا. كيف ما لاحظتوا علاء كيكاسي وما عندوش لا شونس، ما كيونبوشيش في لاكاس، داكشي علاش كيرد ليا لا طابل باش نشوف واش نقدر نساليها او لا. لا 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 اليوم انا ما كاينش اطلاقا، كنزقل لونغ بوت، ولكن ماشي مشكل، مازال ديفي طويل. هنا علاء كياخذ لاما، غادي يحاول يفك الصفره اللي كاينه في لابون، كيعاود يلصق حدا صفره اخرى، كيولي عنده مشكل اخر، غيحاول هنا عاوتاني يفكها بان ريترو، ما كيتمكنش، كتبقى عليه البولا بول، كيضربها بجد، دونك ما كانش عارف اطلاقا فين غتمشي الصفره ولا البوشون، كيخليه في هاد الكره الصعيبه. اللي كيزقل وكيرد ليا لا ما جوج كواري الصراحه دابا في المتناول، نشوفوا واش غادي نقدر نساليها ولا لا. سكور هنا كيولي 1-1 من بعد ما كنخشي هاد الكحله. بعدا حنتنا علاء ما غيقدرش يربحني بالزيرو، نشوفوا دابا البقيه ديال الديفي كاملين شنو غيطرا فيها. كيف ما كنلاحظوا هنايا علاء عنده مشكل في الميليو ديال لاطابل، ديك الصفره اللي لاصقه على الحمراء، ولكن عنده الصفره اللي يقدر يلعبها كوريكسيون مع الحمراء ديالي باش يخلي الصفره ديالو دايزه في الميليو ويقدر يكمل في المساليه ديالو. دونك شوفوا كيفاش غادي يتعامل مع هاد لاطابل. كيتمكن من ديجاجمون علاء، ولكن هنا كيخلي لراسو اونجل صعيب، داكشي علاش كتشوفوني كنطل عليه من الجنب.
حيتاش بان ليا بان البوشون ما غاديش يمشي بسهوله جهه الصفراء اللي لتحت في الباندا، هو حتى اللي كيطرا وكيخلي لراسو الكره اللي قبل من الكحله صعيبه رازاج، نشوفوا كيفاش غيتعامل معها. على مدى على دونك هنا كيخلي ليا لي روج، غنحاول ندخل عليهم باش نساليهم. والناس اللي كيقولوا ليا بقى الدوي غير بالعربيه، راه فريمون كنحاول ولكن ميمكنش اللونغاج ديال الفيار كله فيه دي تيرم بالفرنسي وبالانجلي، دونك ماشي ما بغيتش ولكن فريمون صعيب، كنتمنى تعذروني ولكن المهم راكم فهمتوني. بقينا في الهضره ونسينا هاد المساليه، دونك انا كنوصل للحمراء قبل الكحله باش لو سكور غيولي 2-1. كيف ما كتلاحظوا هنا اللور عامر كيوريني واحد اللقطات خداهم من الديفي اللي غتشوفوهم مره مره كيدوزوا، وكنشكرو بزاف على ليفور اللي دار معنا في هاد الديفي. على هنا ومن بعد ما كاسا كيدخل على لي جون، هنا كيجر ريترو كيبقى ليه كو صعيب، خصو يسطر هاد الكره لتحت على اليمين، ما كيتمكنش منها وكيباسي ليا لاما باش نشوفو كيفاش غادي نتعامل مع هاد لاطاب. شفتوا لونطرينمون ديال التساطر شنو كيدير؟ هنا هاد الحمراء غادي نلعبها بليفي كونترير باش يبقى ليا البوشون فاصل الكحلة اللي غادي تمكنني نطلع في السكور 3-1. كتبكي قالك 7-0، احنا غنشوف. هنا ومن بعد ما كان كاسي كنحاول ندخل على لي جون مي ما كنتمكنش منهم، كتبقى طابل اوفيرت لعلاء اللي كيدخل على لي روج، عنده مشكل في ديك الحمراء اللي هدا الصفراء، غادي يحاول يمشي ليها دابا بان ريترو ولكن كان الكحله في الطريق، غيحاول يفكها اونكور اون فوا بهاد الحمراء باندا ولكن كيزيد يقتلها، داكشي اللي كيفورسيه انه يلعب ان كو داتون ويرجعني للطبله. انا كنفضل نلعب الصفرة اللي الفوق حيتاش الحمراء اللي لتحت سد عليها الصفرة اللي لتحت، كيف ما لاحظتوا كنلعب اتاك ديفونس وكنقدر نربح الجائزه الثانيه اللي هي السنوك. كان سنوكي علاء اللي كيدخل على الحمراء ديالو دو بوند كيتمكن انه يقيسها سون فوت، ولكن كيخلي ليا فرصه انني ندخل على لي جون ديالي باش نسالي لاطاك. ايوا كي جاتكم هاد المساليه؟ لا راني مازوط، الدخان راه طالع من الفوق، ما عرفتش شكون اللي كيصوت عليا. كنتمكن من هاد الكحله باش لو سكور يولي 4-1، وعندك شي واحد يجي يقول لي هادي فوت، حيتاش كيفما كنقول لكم ديما حنا كنلعبو بالريغلومون سوبريم واوتوريزي تخشي الكره ديالك والكره ديال صاحبك، الشرط هو انك تقيس الكره ديالك هي الاولى. من بعد ما كاسا علاء كيخلي لي هاد لاطابل كنقرر انني ندخل على لي روج، البوشون هنا غيوقف واحد البلاصه واعره اللي غيخلي ليا لونغ باش نديجاجي ديك الحمراء ونخلي هذيك لتحت على اليمين. مالوغوزمون كنقيس التحتانيه هي الاولى، داكشي علاش كيبقى ليا هنا كو صعيب باش نقدر نكمل في المساليه ديالي. لو سكور هنا كيولي 5-1 من بعد هاد الكحله.
هنا من بعد ما كاسيت وما طيحت والو علاء كيدخل على الصفر ديالو كيوقع في هاد لا سيتوياسيون كيحاول يجريطرو باش يحل الصفره اللي وسط الطابل ولكن ما كيتمكنش وكيضطر يلعب هنايا باندا كانت غاده الصراحه كيخصها شويه ديال الجهد وكيدوزني لا طابل فهاد الكو هذا راني كنحاول نتبلاصا في داك المربع اللي كتشوفوا قدامكم ولكن ليفي كيخلي البوشون يتخبى ليا مور الصفراء كيخلي ليا اذا كره وحده اللي دايزه هي ديك الحمراء في الميليو ولكن كان هاد لو ريسك اللي غادي يوقع قدامكم دونك هنا كننتحر وكنعطي لعلاء نقطه فابور كالعاده راه هو شاد فيا وطانز وخا خسر الا كنتو مازال ما كتبتوش لي سكور باش غيسالي الديفي بالنسبه ليكم ما تنساوش تهبطوا وتخليوه في لي كومونتير حيت الديفي مازال طويل فهاد الكو هذا الصراحه كنت كنفكر في لا بوزيسيون اكثر من انني نطيح الكره داكشي علاش كندير هاد الخطا الفادح وكنرد على لا طابل اللي بدوره كيحاول يسالي وكيفك المشكل الاول عنده في الطبله وكيكمل في المساليه ديالو ما تنساش معاك ابوني لاباج الا كنتي مازال ما دايرهاش باش ما تزقل حتى شي جديد سواء على انستغرام يوتيوب تيك توك او فيسبوك على انا كيضرب مساليه زوينه بزاف باش لو سكور يولي 5-3 ولا كيقرب ليا دونك هنا خصني نزير قلت خصني نزير وما كنطيحش في لاكاس وكنرد عاوتاني على دا الطبله نشوفوا كيفاش غيتعامل مع هاد لي غوج اللي يلا اختار دابا على هنا كيطيح في المحظور وما كيقش صفرا فاس وما كيبقاش دايز الحمر ديالو داكشي علاش غادي يحاول يدخل على هاد الحمره هادي ديريكت ميليو وبهاد الجهد بارك الله عليك وصافي شنقول ما 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 كاينش الكلمات اللي يوصفوا هذا الكو هذا مشات زغبه كما كنقول هنا علاء كيبقى عنده واحد التشالنج صغير اللي خصو يكملو ريترو في ديك الدواره باش يقدر يبقى فاص لهاد الحمراء اللي غتخرجوا لانوار ديال 5-4 هنا علاء كيكاسي كاس ما زويناش بزاف داكشي علاش كيبقاو الكواري مجموعين بعضياتهم ما غاديش نمل لكم بالهضره ديالي غنخليكم تتبعوا نيشان شنو غيطرى في هاد لابارتي هنا علاء سنوك كاني واحد سنوك مسموم بزاف اللي ما قدرتش نخرج منه داكشي علاش كتولي عنده بي اون يقدر يحط البوشون فين ما بغى وكنشوفوا كاع الكواري عنده ساهلين ويقدر يسالي هاد لابارتي دونك نتبعوا شنو غيطرى
اللي خلى علاء يسقل هذا الكو هو الكو اللي قبل منه. دونك هنا كيردني لا طابل وكنشوفوا هنايا الاتجاه ديال البوشون اللي غيمشي فيه الا ما درتش لي في كونترير. دونك بلي في كونترير كيضرب في الباندا وكيرجع جهه الكحله باش لو سكور يولي 6-4. لاكاس عندي كان كاسي كاس زوينه بزاف، كاينين شويه ديال المشاكل في الطبله اللي خصني نتعامل معاهم. كندخل على لي جون وهنايا كنحاول نفك المشكل الاول بان ريترو ولكن ما كنضربش بالجهد اللي خاص. داكشي علاش كنقرر نهبط لتحت لاطابل ونفك المشكل الاخر اللي عندي في الطبله. ودابا كيبقى عندي مشكل واحد اللي غنحاول نخرج ليه بهاد الصفره هاد. بوشون كيهرب بزاف اللي غيضطرني للاب 3 فوند ميليو، الا جبتها غتسالي لابارت وغنربح هاد الديفي. للاسف ما كنجيبهاش وكنرد على دا الطبله اللي غادي يحاول يخرج شي حاجه من هذا الحمر. هنا علاء كيلعب واحد لوكو ديفونسيف لي زوين بزاف اللي كيخليني مأدب وما كيخلينيش نسالي لا طابل ديالي. علاء كيغلط مرة أخرى وكيعطيني فرصة الفوز بهذا الديفي. كيكفي أنني نحط البوشون في هذيك البقعة اللي كتشوفوا قدامكم ولكن البوشون ما كيوصلش وكنتسنوكا توتالمون على الصفرة ديالي. كتبقى لي حل واحد هو الباندا اللي غنجرب أنني نجيبها. للاسف ما كنتمكنش منها. دونك هنا الطرح كيمشي في التكتيك. هاد المبادلات التكتيك هي اللي كتجرى بين اللعابه ملي كيكونوا الكواري مأدبين او ناعسين. بحال دابا هنا علاء كيحاول يحط البوشون في واحد الوضعيه اللي ما غاديش يخلي ليا ديك الصفره طايحه بسهوله باش نسالي لابارتي. هنا عاوتاني كيسنوكيني باش يبقى عايش في هاد الديفي، كيخليني دايز كنقي الصفره ديالي سون فوت. غادي يحاول من مور هاد الكو يلعب ان كو ديفونسيف، الحمراء ديالو غيديها جهه الصفره ديالي باش يخليها ماشي امبوشابل ولكن كتبقى دايزه في الترو اللي الفوق على اليمن. لونغل ناتوريل ديال البوشون ملي غيتكونتاكتا مع هاد الصفره غيمشي للترو. داكشي علاش خصني نلعب ان في من التحت باش البوشون يتجر ويضرب في لي دو بوند ويخليني دايز لاخر كحله في هاد الديفي باش نتمكن انني نربح بلو سكور ديال 7-4. الادا اللي كان قال غادي يربحني ب 7-0 وصدقت ربحو بسكور اكثر من داكشي اللي توقعت. دونك 7-4 فعود 7-5.